هذه توقعاتي للبنان وبالاسم مصير شخصيات بارزة ومستقبلها السياسي في عام 2023. شاهد الأخطر من توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف. مرحبا بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. معانا النهاردة توقعات خطيرة جدا للبنان واللي بتتوقعها ليلى عبد اللطيف في عام 2023. وفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو انت جديد معانا اشترك في القناة وما تنسيش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. توقعات ليلى عبد اللطيف سلسلة توقعات لشخصيات لبنانية بارزة زي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب الميقاتي وزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل وأيضا شخصيات أخرى، وأكدت أن هيكون ليهم دور كبير جدا في الفترة اللي جاية على المستوى السياسي والإقليمي. وقالت أن لبنان في عام 2023 هيتغلب على كل الظروف الصعبة اللي هيواجهها، غير أنه هنشهد استقرار للعملة مقابل الدولار الأمريكي وده في وقت من الأوقات من العام. ونصحت المواطنين بشراء الشقق والأراضي وأكدت إلى أن لبنان سيصبح من أهم مراكز السياحة مثل دبي. وقالت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حيكون صاحب المبادرات السحرية، وأن نجيب الميقاتي حيكون عراب المرحلة المقبلة وحيكون ليه دور قيادي ومهم جدا بعد الانتخابات. كمان حيجري سمير جعجع لقاءات مع معظم المعارضين السياسيين السابقين، وهيشغل الإعلام لبعض الوقت وتقارب واتفاق مع حزب الله بحسب توقعات ليلى عبد اللطيف. كمان توقعت أن الرئيس سعد الحريري حيقوم بجولة عربية تبدأ من العاصمة السعودية الرياض، وحيقوم بزيارة مفاجأة للبنان ولقاء الرئيسين ميقاتي وبري ولقاء مع خصم سياسي سيكون مفاجأة. قالت كمان ليلى عبد اللطيف أن العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي هم في قلب الحدث، حيث يشهد المطار فوضى وينتهي بجهود رئيس مجلس الإدارة طيران رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت واللي هيجد الحلول. كمان شايفة ليلى عبد اللطيف عودة هائلة للمهاجرين للبنان وتقيم شبكة استثمارية. كمان توقعت ليلى عبد اللطيف الازدهار والتطور للإمارات، توقعت أن هيحصل اجتماع هيصدر عنه قرار بتكليف رئيس الإمارات بالقيام بمهمة عربية حساسة وعاجلة تبدأ من العراق وصولا إلى سوريا وتنتهي في ليبيا. وقالت أن هذه المهمة الصعبة لابن زايد حيكون لها أثر طيب وإيجابي على غالبية شعوب هذه الدول، وأن النجاح يرافق رئيس الدولة في هذه المهمة الدقيقة خاصة على المستوى العراقي الإيراني. كمان قالت أن بلدة إماراتية صغيرة هتصبح حديث الإعلام والعالم بسبب موجة السياحة اللافتة نحو هذه المدينة في قلب الإمارات. كمان بتقول أن بمناسبة شهر رمضان المبارك في عام 2023 سيبادر رئيس الإمارات بمبادرة إنسانية بإصدار عفو عام عن بعض السجناء الشباب الغير محكوم عليهم بجرائم خطيرة من أجل منحهم فرصة ثانية لتغيير حياتهم للأفضل. كمان تتوقع أن هتشهد سوريا تقدم في أزمات المياه والغذاء والكهرباء، وحذرت ليلى عبد اللطيف من أن العقارات هتشهد زيادة في الأسعار، وأيضا توقعت بعودة العلاقات السورية التركية والزيارات الرسمية. القمح والكهرباء والنفط يخففون الأزمة والمنظمات الدولية تساعد سوريا. كمان توقعت أن الإعلام بيتجه إلى إدلب ودير الزور لحدث مؤسف. توقعت كمان أن أسعار العقارات هتكون آخذة في الارتفاع. كمان تتوقع أن الليرة ستتعافى وتستعيد قوتها. توقعت أيضا بمفاوضات مهمة بين روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر لحل الأزمة السورية، وستلعب مصر دور الوسيط وهيستعيد الجيش السوري كامل قوته ورتبته وهيأكد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا خلال عام 2023. حلب تستعيد سيطرتها السابقة كمركز للتجارة والصناعة. ستشهد سوريا عودة أعداد كبيرة من السوريين مرة أخرى إلى وطنهم، بدء محاكمات عاجلة لعدد كبير من رموز الفساد في سوريا. كمان ليلى عبد اللطيف توقعت انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي والازدهار والانتعاش غير المسبوق للمملكة العربية السعودية. توقعت أيضا تطورات تكنولوجية وصحية في المملكة العربية السعودية، وتوقعت أيضا بأحداث كارثية كالزلازل وانتشار الوباء اللي حيودي بعدد من المواطنين، لكن قالت أن المملكة العربية السعودية سوف تتغلب عليها وحيكون في كتير من المفاجآت. توقعت كمان أن المدارس الرسمية في لبنان مهددة بالإقفال وموظفي مطار رفيق الحريري في قلب الحدث وحيشهد المطار فوضى، وحتنجح جهود رئيس مجلس إدارة الطيران في إنهائها والتوصل لحلحلة.
شايفة كمان عودة كثيفة للمهاجرين اللبنانيين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات جديدة. توقعات أيضا للعبد اللطيف انتشار وباء قاتل وخطير يؤدي لتداعيات مثل فيروس كورونا وإلى الدراسة والعمل عن بعد. ومن أخطر توقعاتها كمان شايفة مزيد من عمليات الانتحار ومحاولات الحرق بسبب الوضع المعيشي، أيضا عقوبات مالية تطال بعض المصارف اللبنانية من جديد مما يؤدي لانهيار قسم منها وإفلاس قسم آخر. مزيد من الشركات تغلق أبوابها بسبب الانهيارات وباتت مهددة بصرف الرواتب. أزمة المحروقات والطحين والمواد الغذائية والأدوية تعود للواجهة بقوة وتدق ناقوس الخطر. احتجاجات واسعة وثورات جوع يفرضها الواقع المقبل على الشارع اللبناني، مما يجعل بعض العصابات تفرض نفسها على أرزاق الناس. عمليات السرقة تزداد في المرحلة المقبلة وفي أكثر من منطقة لبنانية، وخطرها يطال المحلات التجارية والمنازل والمستودعات. رجال أعمال لبنانيون في دول الاغتراب يشاركون في عملية إنعاش الاقتصاد اللبناني من خلال دخولهم الحكومة، ولبنان يطلب المساعدة والعون من سوريا، والأخيرة تلبي وتتأهب للمساعدة. إغلاق المطار والمرافق لأيام عدة، وذلك لحدث مهم. أسماء شخصيات لبنانية اختفت عن الساحة اللبنانية تعود وتلمع من جديد. غضب في الشارع اللبناني يجمع كل الطوائف، وده بسبب حدث سلبي تقوم به إسرائيل. بكده متابعين الأعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف للدول العربية وعدد من التوقعات العالمية. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وحنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته.